سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل، أخص بالسفارة سيدنا جبريل، وأخص بنفخة البعث سيدنا إسرافيل، وأخص بالمطر سيدنا ميكائيل، وأصلح الكون كله بسيدنا الخليل. سل هابيل عن قابيل، وسل القاتل عن القتيل. سل الذي ألقي في النار على أرض العراق فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. سل أيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وسل أيوب بعدما ابيضت عيناه بعد حزن طويل. وسل يوسف عن عالم الرؤيا والتأويل. وسل الكليم موسى عن التي جاءته تمشي على استحياء لترد إليه الجميع. وسل يحيى وزكريا عن ابن البتول. وسل البتول من الذي ناداها وقال لها وهزي إليك بجذع النخيل. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو تاج على رأس الكون والإبليل بريق محمد يشوى العليل، بلمسة محمد يزداد القليل. محمد كل القلوب إلى الحبيب تميل. أما الدليل لما بكاه وحن إليه جذع النخيل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة بعدد أنعام الله، دائمة بدوام ملك الله. ما اتصلت العيون بالنظر، وما تزخرفت الأرض بالمطر، وما حج حج واعتمر ولبى وطاف وقبل الحجر. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، تلك الليلة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، تكريما منهم للراحل الكريم الحاج محمد بن صبحي بدير عليه رحمة الله. نتقدم باسم أبنائه الأكرمين بخالص الشكر لكل من خطى خطوة إلى هنا لأداء واجب العزاء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، فهيا بنا لنعود بكم إلى ساحة النور. وليس هناك نور يعادل النور الذي نزل من النور على قلب النور وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم. فبنور القرآن نحيا ومع نور القرآن نعيش. لنعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والعطرة التي يتبع علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي، ذلكم القارئ الذي قد أنعم الله عليه بجمال الصوت مع دقة الأداء، القارئ الذي استطاع أن يرسم لنفسه رداء خاص تحت قبة سماء القرآن، الملقب بملك المقامات، الصوت النبي العزيز الذي قدم صوته تحت قبة العالم الإسلامي أجمع، فقد مثل مصر في أنحاء العالم، وكان شرفا لقراء مصر في أنحاء العالم الإسلامي، الأكثر محبة وشعبية، المميز والمتميز، المميز بأدائه وأحكامه وإحكامه، والمتميز بأخلاقه وأدبه وتواضعه، الغني دائما على التعريف، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرف، نجم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، يتلو ويشكر علينا بما نزل من القرآن على قلب الحبيب محمد. أسأل المولى عز وجل في عليائه أن يتجلى عليه وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله توكلت على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا أولي
أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله نعمة الله اذكروا نعمة الله عليكم يا غير الله يرزقكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله
يرزقكم من السماء والأرض لا فأنى تؤفكون فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس يا إن وعد الله حق إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب
المجيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات Oh,
الضار الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور من يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم
الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. والله خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى
عليك يا دكتور. عليك يا كبير. عليك. نعم يا سيدنا. عليك. استاذ والله جميل. جمال يا دكتور جمال. عيني. والله خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. حلوة. حلوة يا دكتور الله. حلوة جميلة دي. كمان مرة يا دكتور. كمان مرة. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. اسمع يا عم. لحد فين تخطبها؟ اسمع ايه؟ الله 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 الله. في حد بيسمع؟ عليك. النبي السبع. يا دكتور جمال. جمال يا حبيبي. يا دكتور. حبيبي. شوف محمد. جمال يا حبيبي. جمال دي. إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. وهذا ملح أجاج
وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون من أي حاضر وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من
فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير يا أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس
والله هو الغني والله هو الغني والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات
القبور إن